بنادى جابر، يعني مشجع الاتحادي حاليا يعيش بين حالة نقول توهان وقلق، بين صراعات شرفيين وبين ديون. يعني 316 مليون ديون، لك أن تتخيل أن الرقم المطلوب سداده حاليا 215 مليون، هذا رقم كبير جدا. نعم، المشجع الاتحادي أخوي هاني للأسف أنه يعيش قصة غريبة ومؤلمة في نفس الوقت. الاتحاد يعني ما يحدث فيه شيء مؤسف. الاتحاد لابد يعني ما راح يحل هذا الموضوع او يحل مشكلة الديون إدارة او اتى انمار الحائلي او غير انمار الحائلي البلوي من كان. يجب اول شيء تسديد هذه الديون، تصفية هذه الديون، بعد كده يفكروا في الالتفاف حول النادي، أو أقصد من يريد الانتخاب حول النادي ويتصارع على رئاسة النادي. الاتحاد ما زال يغرق بالديون، وراح تجي إدارة وراح تتحمل أيضا ديون أخرى وراح تستمر الديون. الحل ما هو إدارة، أو الحل أنه ممكن يجي أنمار الحائلي أو أي كان من في القادم. الحل هو تدخل من الهيئة العامة للرياضة أو أعلى سلطة لحل موضوع نادي الاتحاد. جابر، تدخلوا قبل كذا، كان قبل كذا في تدخلات وما انحلت المشكلة بالطريقة الصحيحة، يعني إلى حل إذا ما جاء من أصحاب القرار أو الاتحادين أنفسهم صعب أن أحد يجي يدخل ويحل مشاكلهم من الداخل يعني. وما راح يجيك واحد راح يسدد الديون هذه، المبالغ هذه ما يعني راح يجي أحد أو يستطيع أحد راح يسددها بكل سهولة. لابد فيك حل جذري أو سداد الديون هذه. على فكرة أخوي هاني، يعني راح نشوف اتحاد ثاني، راح نشوف أندية ثانية جاية في الطريق للأسف. طيب، يعني أصبحت الأندية تغرق، وهذا الآن الاتحاد هو انكشف، في أندية ثانية لسه ما انكشفت وجاية تنكشف وراح تنكشف في الطريق. على سبيل المثال نادي النصر الآن أيضا يعاني من الديون. نادي الشباب أيضا، يعني رغم مبالغه بسيطة لكن المبالغ هذه مين اللي راح يسددها؟ طيب.